أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 45 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح بيان للوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية.